حقائق ذكرتها إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول رأي العمانيين عن تعديل أسعار المنتجات النفطية التي بدأت منذ منتصف يناير الفائت، وسنسلط الضوء على محافظة ظفار، حيث بيّنت الإحصائيات أن 40% من سكان المحافظة لا يعلمون عن قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية. أما عن أثر تعديل أسعار المنتجات النفطية على الاقتصاد العماني، فقد ذكرت النتائج أن 57% من المواطنين في المحافظة يعتقدون أن لهذه الزيادة أثر سلبي على الاقتصاد. وفيما يتعلق عن الرضا عن أسعار الوقود، يرى الاستطلاع أن 58% من المواطنين في ظفار غير راضون عن أسعار النفط الجديدة. أما عن ما يخص تأثير زيادة أسعار الوقود على الأسر، بيّنت النتائج أن 25% من المواطنين في ظفار أثرت عليهم رفع الأسعار بشكل كبير، في حين أنها لم تؤثر على نسبة 34 منهم. وبشكل عام أثرت زيادة الوقود على 33% من الباحثين عن عمل بشكل كبير، مقابل 21% من المشتغلين. وفي بند تغيير نوع الوقود بسبب ارتفاع الأسعار، أكد الاستطلاع أن 51% من العمانيين في محافظة ظفار غيروا نوع وقود سياراتهم أو يفكرون في ذلك، مقابل 31% في مسقط، حيث أن 4 من كل 10 من العمانيين غيروا نوع الوقود الذي يستخدمونه في السيارات بسبب زيادة الأسعار أو يفكرون في ذلك.